أقولك إزاي تقدر تكسب فلوس لو أنت بتتمرن في جيم أو بتلعب رياضة؟ كلمة السر فيتنس تشالنج. إيه هي الفيتنس تشالنج؟ هي لعبة جديدة في الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، بتعتمد على اللياقة البدنية، وأي حد بيلعب أي لعبة يقدر إن هو يشترك فيها، وكمان السيدات تقدر تشارك فيها، ومسموح طبعا للمحجبات لأنها ما بتشترطش لبس رياضي معين. ولو أنت أو أنتي بتتمرنوا في جيم أو بتلعبوا أي رياضة تقدروا تشتركوا في بطولاتها وتكسبوا جوائز مادية قيمة. شهر ديسمبر اللي فات اتلعبت أول بطولة ليها في مصر، وكانت باسم كاس الفراعنة، وكان فيها جوائز قيمة وصلت ل10,000 جنيه. طيب هي عبارة عن إيه؟ هي 6 تمارين أو محطات رياضية مختلفة، كل محطة عبارة عن 2 دقيقة وبينهم فاصل أو راحة 2 دقيقة، يعني مجمل 24 دقيقة وقت الفاصل مع اللعب. مفروض ان اللاعب بيحاول ان يبذل اقصى عدد من التكرارات في التمرين الواحد، او بمعنى اصح بيعمل اكتر عدد عدات صحيحة في التمرين الواحد، وخلال 2 دقيقة نفسها يقدر اللاعب انه يرتاح ويرجع يكمل، لكن كله من وقته. وده بيكون منافسة بين الرياضيين مع بعضهم لإظهار مين اللي بيمتلك لياقة بدنية أعلى. مفتاح الفيتنس تشالنج أو سر المكسب فيها هو إيه؟ هو إن أكيد تكون بتتبع أسلوب حياة صحي وبتتمرن باستمرار وعندك لياقة بدنية وقوة تحمل، أو بتلعب أي رياضة سواء كانت جري أو جيم أو كرة القدم أو قوة بدنية، أي نوع من الرياضة ممكن. مين اللي يقدر يشارك فيها؟ طبعا السيدات أو الرجال أو يشاركوا مع بعض، وكمان الأطفال، لكن الأطفال ليهم قواعد تحكيمية خاصة بيهم هقولها لكم الحلقات الجاية. المستويات اللي تقدر تشارك فيها هي 4 مستويات: مستوى فضي، مستوى برونزي، مستوى ذهبي، ومستوى سبيد فيت ذهبي وفضي. وطبعا قبل ما تنضم ليها لازم تشوف عمرك عشان تنضم للفئة العمرية الصحيحة، يعني الرجالة بتبقى اعمارها اما ناشئين جينيور اللي هو تحت 23 سنة، او بين 24 ل 40 سنة اللي هو المينز، او فوق ال 40 سنة الماستر مينز. والسيدات بتكون جينيور تحت 23 سنة، او وومنز بين 24 ل 35 سنة، او ماستر وومنز اللي هو فوق ال 35 سنة. وكمان مش بس تقدروا تشاركوا بشكل فردي، لكن تقدروا تلعبوا كزوج، يعني لو زوجة او 2 اصحاب تقدروا تدخلوا التحدي مع بعض وتتبادلوا مع بعض عدد التكرارات في نفس 2 دقيقة. وكمان لو انتم شلة او مجموعة من الاصحاب تقدروا تكونوا 6 لاعبين وتدخلوا كفريق. وعاوز اشرح لكم الجزئية دي بشكل اوضح، يعني لو 2 هتدخلوا تلعبوا تمرين مثلا الدبس كله خلال 2 دقيقة هتبدلوا مع بعض، المهم ان خلال 2. طبعا الفيتنس تشالنج فيها ممنوعات ومختلفة كتير عن كمال الاجسام، تقدروا تشاركوا فيها باي لبس رياضي، والبنات كمان تقدر تشارك فيها باي لبس، ممكن تلبس لبس يغطي الايد والرجل، لان الهدف فيها مش اظهار عضلات، الهدف هو اظهار اللياقة البدنية. لازم تكونوا لابسين كوتشي رياضي. خلوا بالكم ان الفيتنس تشالنج الاتحاد المصري لكمال الاجسام واللياقة البدنية ضمها الى الموسم الرياضي الجديد اللي بدأ بالفعل، يعني يلا استعدوا، وكل اللي هتعملوه انكم هتنزلوا الجيم تتمرنوا وهتركزوا على اللياقة البدنية. Jungle.